من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها بين الحين والحين في آخر الزمان الذي كثر فيه الحرام والشبهات وأخذ المال من غير وجهه. لماذا؟ لأن أكل الحرام أيها المؤمنون له عواقب وخيمة على الفرد وعلى الأمة في الدنيا وفي الآخرة. وحسبك أن أذكر أمرين اثنين من عواقب أن تأكل الحرام. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي من حديث كعب بن عجرة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. عنده ألفاظ الحديث: لا يدخل الجنة جسم نبت من سحت. السحت هو المال الحرام، يعني الجسد إذا غذي من الحرام فمصيره النار، طبعا إذا لم يتب فاعل. نتكلم على المصير على الذنب. وقد شرح شيخ الإسلام بن تيمية هذا الحديث لما قال: إن الطعام والغذاء له تأثير في الجسد، فإذا كان خبيثا صار الجسد خبيثا واستوجب دخول النار. ومثله قاله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى: أن الطعام، قال، الأكل إذا كان طيبا صار الجسم طيبا وسلم من العذاب. هذا تابع الجزاء من جنس العمل. إذا حسبك هذا. ثانيا، في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، حديث طويل، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر يطلب الرزق ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، ثم يرفع يديه للسماء يدعو: يا ربي يا ربي، أن يستجاب له. أكل الحرام مانع من إجابة الدعاء، بل قال ابن رجب الحنبلي: مانع من قبول العبادات، والعياذ بالله تعالى. ولهذا أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بآفة خطيرة وظاهرة منتشرة في المجتمعات المسلمة فضلا عن الكافرة، هي آفة الرشوة أو الرشوة أو الرشوة. ثلثها والمعنى واحد. الرشوة هذه والمشكلة وين؟ استولى الشيطان على كثير من الناس، فصرنا نسمي الأشياء بغير أسمائها. واحد يسميها قهوة، واحد يسميها مساعدة، واحد يسميها هدية، واحد يسميها خدمات، واحد يسميها إكراميات، كل واحد كيف يسميها. كما الخمر ولو يسموها مشروبات روحية، واحد يسميها كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. لأن الشيطان من منهجه أن يغير الأسماء ليخدع العباد. لأنه لما الله نهى آدم عليه السلام من الأكل من الشجرة، وش قال له الشيطان؟ يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد؟ سماها اسم آخر، وملك لا يبلى. فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما. يعني لما بيجيك شيطان، سواء جني والله إنسي، ويسميك الحاجة بغير اسمها يخدعك. والله تكون تأيه ثانية شريك في هذا، لأنك شاك والله عارف، وما تحش تقصي هذاك الإمام لأنه ما أحش يعطيك الجواب اللي يساعدك، تولي تحوس هكذا وخلاص. قالك والله كاين الانترنت، شو يسيب الأئمة؟ تقعد تفهم الأجوبة وتفهم القواعد وتفهم الأدلة وتعرف من المفتي من غير المفتي، حينئذ تقول أنا أستطيع أن أبحث. وما به إلا أن يبحث عما يناسب هواه إلا من رحم الله. إذن هذه هي أكل الحرام. انظر إلى كبيرة الرشوة، لأن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر الرشوة ضمن كتاب الكبائر، قال: الكبيرة 32 الرشوة على الحكم. سيأتي تفصيل. فالرشوة من كبائر الذنوب، واضح؟ لكن ما تعريف الرشوة؟ لأنه هنا مشكلة ثانية لازم نعرف المفهوم الشرعي لها. وقبل الشرعي نروح للغوي، نرجع إلى قواميس العربية. فالرشوة مثلثة، يقال رشوة ورشوة ورشوة، كلها صحيح، مأخوذة من رش الحبل فجعل له رشاء، أي عفوا رش الدلو فجعل له رشاء أي حبلا، يعني البيدون هذاك الدلو باش أنا نجبد الماء من البير، ما نقدرش نرمي البيدون وما نقدرش كيفاش نجدو، واش ندير له؟ ندير له رشاء، نربطه بحبل ولا سلك ولا بار تعسيس ونهبطه ونجبد به الماء. مش علاقة هذا بهذا؟ هاني جايك، لأنه أنت راح تتوصل لواحد الحاجة بهذاك الحبيلة بالسوارد هذوك،
فسميت من اللغة رشوة، وهي الوصلة بالمصانعة، أنك تصل إلى شيء بالمصانعة على المال. ولهذا عبارة الفقهاء في تعريف الرشوة، قال الإمام الجرجاني في التعريفات: الرشوة هي إعطاء يعني مال أو إعطاء شيء لإحقاق باطل أو إبطال حق، أنك تدفع من أجل أنك تغير الحق واللي باطل أو الباطل واللي حق، أو حاجة نتاعك هي ماشي نتاعك وترجعها نتاعك، أو حاجة نتاع واحد تدفع رشوة باش تنحيها له. إذن أحققت باطلا أو أبطلت حقا، يعني حاجة ليست لي وديتها بالرشوة، أو حاجة نتاع واحد دفعت ونحيتها له. إذن هذا إعطاء مال من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق. وقال الإمام ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي في شرحه على جامع الترمذي، قال: هو مال يبتاع به من ذي جاه، لازم يكون عادة سلطة، يعني في العادة الرشوة وين تدفع؟ تدفع في الدوائر الحكومية، هذه بين هذه. فقال: مال يبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يجوز. ولهذا أنت تدفع لأنك راح تجيب حاجة غير قانونية. وقال الإمام القرافي المالكي أيضا في الذخيرة: هي الأخذ على تغيير الحكم، أو كما قال يعني تدفع مال من أجل تغيير الحكم لصالحك، وهذا يتعلق بالقضاء، مع أخوتنا القضاء ومن لهم حكم في الفصل في النزاعات والخصومات. إذن ما حكم الرشوة؟ أعود إليه: الرشوة من كبائر الذنوب، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فآيات، على الأقل آيتان اثنتان، واحدة في المائدة والأخرى في البقرة. فأما التي في البقرة فقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني القرطبي وغيره والعلماء الذين فسروا القرآن قال لك هذا مقصود به الرشوة، لأنه كل ما الحرام فيه الرشوة وفيه الربا وغيره. أما الدليل الثاني فقد قال الله تعالى يصف اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. والرشوة أيضا قالوا لها السحت. قال سعيد بن جبير والحسن البصري تابعيان جليلان مفسران، قالوا السحت هنا هو الرشوة، تدفع الرشوة باش تدي حاجة ماهيش تاعك، ومكلها تبلعطي ومكلها تسميها حوايج أخرين، ولا تمدها من تحت، ولا والله مثلا أن هذا يخدم، علاش كنمدوا مثال، مش نقصدوا فلان ولا فلان مثلا، قال يخدم في فلاميري والله مش عارف، يعني بعض الدوائر الحساسه اللي نحتاجوا فيها مثلا اموال، مش عارف في الادوان ولا في الشرطه ولا في الجيش، ولا تدفع لهم مال باش يمدك حاجه مش تاعك، دكان تاعك ما تحتاجش تدفع، وراح نجيو نهضروا عليك تعود تاعك ولازم تدفع. فقال اكلونا للسحت، اي دفعوا المال من اجل الوصول الى ما ليس لك به حق. إذن هنا سميت الرشوة سحتا، قال أكالون للسحت. ما هي الأسباب التي تجعل المسلم، مع أنه مسلم، يأكل الرشوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود: لعن الله الراشي والمرتشي، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. في رواية أبي هريرة قال: والرائش، كانت زيادة لا تصح ولكن معناها صحيح، الراشي ليدفع الرشوة، المرتشي ليأكلها، والرائش الانترميديار الوسيط ليدير في الخير، هذاك ما لقاش كاع وين يدير الخير، يروح يوصل الأموال، فهذا مساعد للإثم فاستحق اللعنة. ولهذا صنفت الرشوة يا جماعة من كبائر الذنوب، لأنه فيها لعنة، طرد من رحمة الله. لعن الله ولعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش. إذن أنتم يعني الذين يفعلون هذا شركاء، وبالتالي يستحق هؤلاء اللعنة جميعا. وهذا أقوى دليل على تحريم الرشوة طبعا، وهو حديث مشهور يحفظه عموم الناس. ولهذا اضطروا إلى تسمية الرشوة إلى قهوة، قالك هي نفس الوزن، رشوة فعلة ولا فعلة قهوة، خلاص سميها قهوة ولا سميها كلام ولا سميها جزوز، لكن تبقى نفسها مهما غيرت اسمها. إذن هذه الرشوة قلنا من كبائر الذنوب فهي محرمة. ما هي أسباب تعاطي الرشوة في المجتمعات المسلمة للأسف؟ أولا ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني، بعيدا عن أشياء أخرى. لو كان عندك إيمان وخوف الله تعالى ما ترضاش، وكاين الناس كانوا يخدموا في دوائر حساسة، وكان بإمكانهم يأخذون أموال طائلة، وصبروا وعايشين قيس قيس، وباينين حالتهم، باين باللي راه وراه خطيه، باللي تاع شهريته وخلاص.
إذا الوزع الديني، لأنه نقول لك حاجة، لو كم يكونش عندك الوزع الديني والله ما يعسك واحد مهما يكون، والله يعودوا معش من يجيبهم لك غير تدي صور تديهم ودرهم وعرين. لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، المال اللي رهم يغيروا في الناس، درهم يبدلوا واحد، كل ما عنده شيء اللي عنده يتبدل، والله عنده يقول تلقاه موسوس، بالك واحد يقول له صباح الخير أو السير محتاج صور ذهب سقسي عليه تعشي في مشكل. فهذه مرض يعني فتنة المال، فتنة المال ما تفهمش برك، حتى الفقير حتى الغني مفتون بدراهمه، كاين اللي راه يشوف الناس كل تحوس تاكلوا برك، هما راه معاملوا فيها هذه معضلة من المعضلات في التعامل مع الأغنياء. إذا قلت لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هنا باش يحذرنا. قلنا ضعف الإيمان والوازع الديني، ثانيا ضعف مرتبات بعض الموظفين. لما كن انا نقول مثال عليا بهم يقولوا على هذا ولا على انا راني خدام في دائره معينه، سينياتور تاعي جيب مشاريع كبار ملايير للمقاولين ولا البنائين ولا سميهم ما شئت، لما نوافق له على الطريق هذه اللي سرق منها 50 سنتيمتر راك فاهم، بصح كي تمشي 20 كيلومتر تولي 10 كيلومتر كاري، نسني له فيها ويعطيني كادو ونهار تليفون ونهار ميكرو بورتابل ونهار طوموبيل ونهار على حساب لاصوم اللي راح يديها يمدلك هو، اللي راح يدخل 10 ملاير ما يضروش، كي يعطيك 200 مليون انت 200 مليون تبيتك قاعد في حياتك ما شفتش 10 ملايين. اذا ضعف مرتبات بعض الموظفين، لما تكون الاجره قليله تولي تدخل لي فويت هذوك، يولي يفتر روحه ولا يطمع ولا. وباش ما تقولوش يا جماعه بلي هضرك على الناس، حتى واحد الامام خطره قالوا له، قالوا له الشيخ علاه تجي تصلي بينا غير نهار الجمعه؟ قال ماني نصلي قيس الشهريه تاعي، يعني حتى حنا رانا فينا بصح ما يشرش هذه فيها كارثه. مي هكذاك حنا لما يكون واحد موظف يولي يفتر روحه، مرته تفتيله، مرته تولي ابو حنيفه، يا راجل منين نمشي الدار وكيف وقتاش راح ندير طوموبيل وقتاش نبني الدار وهالاديه اللي سالوا وهذوك يسالوا، يولي يضعف يتفابله، وبنته تحوس على حجاب وليده يحوس على تليفون يضعف، وتكثر عليه الاغراءات، قالوا فلان مش راك لاباس كذا، حبيت نعطيك كادو بارك، ولا ما عطيتنيش انا الكادو، طيش ما عندكش فايده فيا، تروح تمدها الانسان هذاك باش تغريه. اذا ضعف مرتبات العمال. ثالثا التساهل في العقوبات، في القانون العقوبات عندنا الحمد لله، الرشوه جريمه بكل المقاييس، وفيها الحبس من عامين حتى العشر سنوات. وسبحان الله ربما يعاقبوا المرتشي والراشي وربما يليبريوه، لانه صح المرتشي هو المجرم يعني من ناحيه الوضعيه القانونيه، من ناحيه الشرعيه قلنا في زوج راهم شركاء. لكن كقانون راهم يحاولوا هذا الشيء يتجنبوه، بدليل واحد العام نشفى زادوا في مرتبات القضاة يجوج اكس عمدا، قال لك باش يقنعوا واش عندهم، وهذه خطوه هائله، بصح تخاف الا ولات واحد فيروس ولا توكسيكوماني ادمان تسممي والله يدي في الشهر مليار الا ضاق البنا خلاص. ولكن قلنا هذا اجراء، رفع الاجور كذلك الرقابه الصارمه، ان شاء الله المهم يكونش المراقب ثاني يدي الرشوه، خاطرش نولوا في الدور والتسلسل، ما يقدرش رئيس الجمهوريه يروح يعس 50,000 دائره حكوميه ولا 50 محكمه ولا كور سوبريم ولا مش نقولوا. اذا لماذا ذكرت هذا؟ لان الرسول قال في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. هم خاوتنا القضاة كان اللي حاضرين كان اللي يشوفوا فينا، أعطيهم الصحابة باش ننبههم، هذه نصيحة عامة. قال لك قاضي اللي شايف الحق وما حكمش به للنار، واللي ما عرفش الحق وحكم وضيع الحق تاع الناس ثاني في النار، لأنه ما اجتهدش ما حوسش ما كسرش راسه باش يعطي لصاحب الحق. القاضي اللي في الجنة اللي عرف الحق وحكم به، الأول هذاك اللي شاف الباطل وحكم به هذا باطل، خليه يزدد عليه رشوه، وان شاء الله ما يكونوش القضاة متورطين في مثل هذه الجرائم، لانه اذا كان العدل ضاع ضاعت الامه. لان ابن تيميه يقول ان الله يقيم الدوله العادله ولو كانت كافره، واذا طرق الظلم الى هذا الجانب فهو ضياع الامه. فمعليش بين الحين والحين نذكروا انفسنا ونذكروا اخواننا الموظفين وكذا حتى يغلبوا انفسهم ويثبتوا، لانهم معرضون للاغراء، لانه الشعب اللي مش مليح ثاني هو اللي يروح يغريه ويحاول يدفع له اموال فهو يضعف فيتنازل فياخذ مقابل على الحكم. ولهذا القاضي الذهبي قال الرشوه على الحكم، لانه اغالب ما يكون في المنازعات. اذا قلت هذه الاسباب، ما هي الاثار المترتبه على الرشوه؟ كتولي الرشوه منتشره في الامه ماذا يحدث؟ واحد، ان الحرام يصير مشاعا ومنتشرا، يولي كي هو كي الحلال، شغل خدام حرام يا عجبه، يولي حق
يقول الإنسان يأكل الحرام ويستحق دخول النار ولا يستجب دعاؤه ولا تقبل صلاته، على بسبب انتشار آفة الرشوة. ثانيا ترسيخ الفساد والظلم، لما يذوق البنا هذاك الفاسد يولي يظلم الفقير، لأنه هذا الفقير مش قادر يدفع له ما يخدم لهش، وهذا قادر يدفع له نخدم له، إذن ولي ظلم ولا لا، وتمييز وفساد. ثالثا انهيار المنظومة الأخلاقية، الدين تاعنا مؤسس على الأخلاق، وإذا كان أنا ندي مقابل على خدمتي اللي خلصتني عليها الدولة، ولا نغير في وثائق رسمية، ولا نزور، نولي إنسان فاسد ومفسد. واضح؟ فالفساد داء ينخر في جسم الأمة حتى تهوي وتنهار، تبالك قائمة حتى تريب. ولهذا جهاز محاربة الفساد لابد أن يفعل بشدة وبصرامة ودون هوادة، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. كي نعرف روحي ما نتحاسبش، هل رانا نقولوا احنا يا مالو لزمو في آخر الزمان لو كان الفيسبوك هذا ولا من هب ودب يقول كلام والله يفتي فتوى، كون جاي يتحاسب يدير حسابه. لما ما يتحاسبش، وإحنا نحيو الأمن في هذا الباب، الجريمة الإلكترونية راهم ناشطين، الناس اللي يقذفوا في الناس ويتهموهم كذا كل مرة يسقطوا الناس هذو باش ينقيوا هذا الجهاز تاع الريزو سوسيو. إذا قلت هذه هي آثارها المدمرة. كاين حالة وين تجوز دفع المال ونسموهاش رشوة، هذه مصانعة لإحقاق حق، ربما إنسان منعك من حقك ظلما وتعسفا، فممكن لا تصل إلى حقك إلا بدفع مال. فأولا لابد أن تتجنب هذا ما استطعت إلى هذا سبيلا، لأنه حتى تدفع له هو حرام على الآخذ، وإن كان جائزا للمعطي، لأنني في ضرورة وزيد بالزيت حقي والدهلي رشوة. كن بينا نرجع الحق باطل، ولكن أني أثبت الحق حقا، والدليل ما أخرجه الإمام القرطبي في تفسيره، ورواه الإمام بن سعد في الطبقات الجزء الثالث صفحة 151، أن ابن مسعود لما هاجر إلى الحبشة أخذ في شيء حكموه تاع الحبشة النصارى هذوك، فدفع دينارين ليتخلص منهم. فقال العلماء هذه ماهيش رشوة، راك تخلص في روحك، أنت أصلا مظلوم، راح يديوك ربما يقتلوك وأنت مظلوم لأنك مسلم تدفع. فكذلك إذا كان حقك هذا لا تأخذه إلا بمصانعة من، ولكن تجنبه كما قال الشيخ الألباني وغيره، لأن أصلا هكذا نساعده في انتشار هذه الظاهرة، مام يعني بمفهوم مختلف، ولكن ما نسهلوش فيها. لا لا نورمال، هذا حقي مباشرة أدفع. كاين الناس والله قد عطلت مشاريعهم وحبسوا وصبروا لله عز وجل، تورعوا ورعا أن يدفعوا فلسا أو أن يصانعوا بمال أو بمصلحة، قال يا أخي رزق من الله تعالى، أنا كواقتي صحاح وثائقي ملاح، للبيروقراطية هي السبب، أنا صابرين وخلاص. وراه النظام قائم يعني يحاول أن يصحح هذه الممارسات وهذه الانتهاكات التي يقوم بها أفراد من الشعب. هذا اللي راح يدي في الرشوة، وشكون هنا وانت ولد عمي ولد خالي هذوما. إذا الإصلاح يكون من القاعدة عادة. هنالك معاملة محرمة يخطئ فيها الناس وهي تشبه الرشوة، وليست برشوة ولكنها ممنوعة، ألا وهي سماها النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال. إنسان خدام هذه خدمته، ما جيت مد مثال تحصل، خدام هذا خدمته قال اخدم لي هذيك الورقة باش تخدمها، جبت لك الآخر خدمتي الورقة فأعطيه هدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أحمد في مسنده، هدايا العمال غلول، أي سرقة. على يفسره حديث رواه الإمام مسلم، حديث ابن اللتبية المشهور. ابن اللتبية هذا رجل من أصحاب النبي عليه السلام، كان من أزد شنوءة، واحد قبيلة من ثم، كان الرسول كلفه بجمع الزكاة، مثلا يقول له روح تدميت جيب لنا الكباش والجمال والبعير وكذا تاع الزكاة، وروح لأي تعريف جيب لنا ذهب والآخر تاع الزكاة، وروح لسيدي نعمان جيب لنا، هذه خدمته كما الجوبات هذو جابي. فكان يأتي يجيب الزكاة، يقول احنا نجيب شكارة فيها دراهم، ويجيب كيس صغير هكذا فيه دراهم، يقول هذا زكاة وهذا أهدي إلي، هذا أعطوه لي كادو، ولا يجيب 20 كبش ويجيب خروف صغير، يقول هذا مدته لي واحد العجوزة يكثر خيرها. قال رسول الله، على بك نضع المنبر، قال عليه الصلاة والسلام، ما بالنا نبعث الرجل على الزكاة فيأتي ويقول هذا زكاة وهذا أهدي إلي، أفلا بقي في بيت أبيه وأمه، فلينظر هل تأتيه الهدية؟
عليه ما هداوش لهذاك ولا لهذاك وعليه هداولك تايا ليه؟ لأنه اليوم يهدي لك ويعطيك زكاة تاعو، غدوة يصرى فيها رطار، غدوة يعطيك كبش مكسور، والله نعجة عورة، والله ما يقول لك وخرني، والله فوتني يقول له ما لقيتوش، تدخل في محاباة والمجاملات وغير ذلك. فالرسول عليه السلام انتبه إلى هذا ويسمى مبدأ سد الذرائع. ما كانش خلنا دليل، قال بالعكس حديث آخر قال إنا إذا استعملنا أحدا وآتيناه منا أجرا، يعني أعطيناه شهريا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. ما معنى هذا؟ قالك إذا درناك خدام في دائرة وظيفة عمومي ودرناك شهرية لتديه أكثر من هذا يسمى سرقة، باش يقطع الطريق عليه الصلاة والسلام أمام هذه الممارسات. وكان بعض الناس يخطئ في هذا، يقول لك راني كافئ فيه وكذا. نزيدك حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذه ما على بالناش بها. مثلا نقول السيدة ودي تعرف واحد يخدم مثلا في وزارة الفلاحة ولا الصناعة، شوف لي خدمة ثم ولا، فيروح يحضر لي مع الوزير يقول له ودي السيد عنده ديبلوم في الفلاحة ويعرف ويميتريزي في الأجريكولتور كذا، فيدبر لي خدمة، نعطيها أنايا 100,000 ولا مليون ولا نعطي له حاجة فيقبلها. قال لك هذا باب من أبواب الربا، هذه مشكلة لأنها شفاعة بالوجه. قال لك ليس لها هذا الثمن. قال من شفع لأخي شفاعة فأهداه هدية فقبلها فقد جاء بابا من أبواب الربا. وهذا أيضا من سميها لي من سد الذرائع. خطش يولي والناس هذو يضوقوا ويوالفوا ويولي ما يخدمش إلا ويولي شغل سمسار، هذا الشيء سمسار مسألة أخرى. أنا تقول لي شوف لي سيارة ونعطيك حقك، هذا جائز، هذه سمسارة، ولا دار ندير النسبة كما لي زاجونسون ايموبيليير، ولكن هذه الشفاعة بوجهك لتسعى لأخيك في قضاء حاجة هذا فيه أجر عظيم. ذكرناه في خطبة الشفاعة، سلسلة خطب الشفاعة المباحة المشروعة المحمودة المطلوبة شرعا، راك معايا ولا لا؟ أما ما عدا هذا فلا. إذا هذي العمال حذاري، يذوقوا البنة ويدخلوك في متاهة وتولي تطمع وتولي عنقك تشرئب وتولي ينتشر الفساد. نحاولوا يا جماعة أننا ننتبه إلى هذه الجزئية. وين تسمعهم هنا على المنبر؟ لو كان نجي نقولها يقول لك الله غاش سيهضرنا على ذاك، والله غير واقيلا راح عليا بالك يقصد. يا عبدي خلينا أنا رأى. وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ما ننتريو على واحد، ما ننفيزيو في واحد، ما ننفيزيو في واحد، رانا نقولوا في أعلان نخموا هكذا. شوفوا الظواهر المنتشرة، وش نقولوا للناس اليوم؟ هي كاين هذيك الحاجه، هذه حاجه مليحه نقولوا لهم يعطيكم الصحه، هذه مش مليحه، هذه حلال، هذه حرام. هاني ذكرت ادله، هاني من الصباح وانا نقول لك قال فلان، قال فلان، كتاب فلاني، المجلد فلاني، الصفحه الفلانيه، ما اقتنعتش شغلك، انا ندير شغلي وانت دير شغلك. صباح ندير الجمعه كما تحب انت، هذه غير فوتها، ما راناش في الحن شباب. احنا رانا في خطبه جمعه نبلغ عن الله عز وجل، عن رسول الله، عن رب العزة سبحانه وتعالى. إذا كان كلامي ليس له مستند شرعي هذه مسألة أخرى، ولكن نحن ننصح الأمة ونذكرها باش نقصوا من الشر. هنا نقولوا جهاز عدالة يخدم، وجهاز محافظة يخدم، والأئمة يخدموا، وخي قلنا الوزع الديني، وين تتعلم الوزع؟ هنا في الجامعة أكمل ولا لا؟ إذا باش نتعاونوا كامل لبناء حضارة، الحكومة والشرطة والدارك والجيش. كما نهضروا على المخدرات، كيف نقضي على المخدرات؟ حملات توعوية وتحسيسية والأئمة يتنقلوا، كاين بعض خوتنا الأئمة راهم يديروا في حلقات في الشوارع، والشرطة يعسوا فيه هذوك المروجين والبارونات هذوك فيسموهم. فهذا كله تعاون، علاه الواحد كي يجي يغير المنكر يقولوا الناس عليه؟ إذا قلت هذه بالنسبة للشواء، كيف يتوب المرتشي؟ أنا شخصيا والله عندي مشكلة في الجواب هذا، خاصة وقتاش لما يجيك واحد يقول لك عاش حياته مرتشي، يخدم خدمة معينة، رشوة أكثر من شهرية، رشوة أكثر من شهرية، شهرية حاطها فيكس ويأكل من الله، وبالك دار دار بك سيارة بك، زوج بنته وزوج وليده ودته كذا وخلاص روتريتي وخلاص، هذا كيف يتوب؟ الجواب الله أعلم. وعلى هذه أنا ما نتحملش، أنا نقول لك هذا لا يجوز، كيف نديروا؟ نحيوا منك وكيف نديروا هذا؟ مع هذا العلماء يذكرون كقاعدة في التوبة، أولا الذي أخذ الرشوة عليه أن يندم ويستغفر ويتوب لقوله عليه السلام الندم توبة. ثانيا إذا كنت كارتيكولي قال مثلا أنا يا ضعفت هكذا وديت عند هذا الرشوة أعطيني 5 ملايين ولا 3 ملايين وكذا، قال لك هذا اللي مد لي الرشوة عنده زوج حالات، يا إما مد لي صورد باش نمد له حاجة ماشي تاعو صافي ما نرجعلوش صورد ليه،
كما قال العلماء ابن تيمية وغيره، قال لك مش دا ديك الحاجة اللي مش حقه ونزيد رجع له سوارده، هذوك نصدقوا بهم. بصح إذا كان صاحب حق كما قلنا قبيل وانا تعسفت وزيرت الدوسي تاعو وما خليتوش نعطي له الاوكي حتى ندفع عليه، لا لا نرجع له دراهم. ولا ما لقيتوش والله مات ولقيت الورثه نمد الورثه سينو نتصدقهم بالنيابه عنه، لان حقوق العباد يوم القيامه مبنيه على المشاحه. ما تقولش يا ربي اغفر لي واسمح لي، دراهم السيد. وما تنساش ثاني يا راك كنت سبب من انتشار الفساد في الامه، وهذا ايضا كيفاش حتوب منه عليها؟ قلت لك والله ماني عارف، الله اعلم. تغلط مره زوج باش تولي انتايا مطبوع عليك هكذا كاشي تاع مرتشي، هذه ما عندي ما ندير لك فيها انايا. كما النبي عليه الصلاه والسلام صديق كذاب امين خائن فاسق فاجر مبتدع، انت اللي درت روحك هذا الكاشي بحقه عند الله تعالى، مش الغاشي راه يسر ببرك في الكاشيات. اريد ان اقول ان تكون هذه الاعمال كيفاش الجمعه هذه المجتهد كي تسمع هذه كومهم تفكر، ولا جماعه راهم مازالوا ما توظفوش في بعض الوظائف يدير حسابه. هذا ليس فيه تهمه لاحد باش نزيد ناكد، كان الصالحون وعرضت عليهم الرشاوه وفتنوا واغروا ولكنهم ثبتوا وصبروا وناس صافين ويعاونوا الفقير اكثر من الغني ويتلاوا في الضعيف اكثر من القوي. وكاين ناس يعني كانوا قادرين يديروا ثروه طائله ولكنهم رضوا برزق الله القليل المبارك وجاهدوا انفسهم وصبروا امام الاغراء، وهذا اللي لا نشجعهم. وحتى اللي غلط مش نهايه العالم، باب التوبه مفتوح، لكن لك تشوف لما تكثر على روحك تولي حتى المفتي يصعب عليه ان يجد لك حلا لضعفه او قله علمه. ولكن مبدئيا الاستغفار والندم والاقلاع عن الفعل واعاده الحقوق والتصدق من المال، اذا كنت خلاص وخرجت وراح الشيء اللي راح راح فتتصدق، وراك بينك وبين الله راه يعلم بلك تصدق عليه باش تنظف تاريخ تاعك في الرشوه والعياذ بالله تعالى. ومن تاب تاب الله عليه، اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسال الله ان يطيب ارزاقنا وان يوسع علينا من واسع فضله وان يرزقنا من الحلال الطيب وان لا يحوجنا الى احد. حذري الحاجه وعره، اذا احتجت الى الناس هنت عليهم، وإذا احتاج الإنسان خاصة على أولاده ولا على المرض ولا على الحاجة الضرورية صعبة موش حاجة سهلة. ولكن رغم هذا الإنسان يحاول أن يتماسك وأن يتوكل على الله الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أقول ما تسمعون والله يعلم ما أصنع وما تصنعون، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.